التصريح القادم سيكون من داخل العاصمة صنعاء، تصريحات هامة، فلنشاهد التفاصيل. أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد الركن التركي المالكي إن قوات التحالف العربي مستمرة بدعم الجيش اليمني في معركته التي يخوضها ضد جماعة الحوثي. وتحدث المالكي في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء من محافظة مأرب إن المؤتمر القادم سيكون من مثلث النصر، الحديدة أو صنعاء أو صعدة. هؤلاء الرجال المقاتلين والذين بإذن الله تعالى هم من سيجعل في تغيير على الأرض، هم من سوف يحرر العاصمة صنعاء وكافة الأراضي اليمنية. اليوم شوف الأراضي اليمنية، احنا الآن في جبل المنارة شفنا التباب السود وشفنا جبال أرحب أخرى جبال ضيطين وكذلك الجبال المطلة على خولان. بإذن الله تعالى نلتقي المرة القادمة في صنعاء بإذن الله تعالى. بإذن الله. وقال المتحدث باسم التحالف العربي إنه التقى مسؤولين في المحافظة وأفاد بأن الحياة تسير بشكل طبيعي، حيث أكد المالكي أن مأرب ستكون عصية على جماعة الحوثي، لافتا إلى أن الأخيرة لا تهتم بحياة عناصرها الذين أرسلتهم للمعركة. وأشار المالكي لأن عاصفة الحزم كانت انطلقت لحماية الشعب اليمني والحفاظ على الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها من المجتمع الدولي. كما أكد المالكي استمرار التحالف العربي بتقديم الدعم بكل أنواعه سواء أكان من الجانب الإنساني أو السياسي أو العسكري، وذلك بطلب من القوات الأمامية في الجيش اليمني المرابطة هنا. وتأتي زيارة المالكي إلى مأرب بعد أيام قليلة من إعلان التحالف العربي بدء عملية عسكرية نوعية لاستهداف القدرات الحوثية بالعاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية. Yeah.